مرة كمل في اليد مرة عود لأرك مرة نكون خالك مرة نكون عشيرك مرة نقول لك سير بالك مرة تكون حشي بوحدي مرة نقول لك ديالك مرة نقلب عليك مرة نكون بحال خيالك مرة نعطيك من قلبي ومرة نسالك مرة نجرب حلا ما شفتك مرة نسولك مالك مرة نقول لك عشي مرة نقول لك سير بحالك باقي والله ما على بالي كل نهار وحال كل ساعة وحال كل نهار وحال كل ساعة وحال سي ما بي بداية كنشكركم على تغطية نهار التخرج ديالي. بالنسبه لهاد المساله هادي كيتجمعوا تدرى واحد المزيج ولا واحد العصير اللي وهو باناشي الصراحه ديال اللغات كما نقولوا، ولكن راه ماشي بالسهل باش يكون كلشي تيطفروا فيه هاد المواصفات هاد الشيء. اللي بغيت نقول لك بالنسبه للفن ديال اللغات كي وبصراحه كاين هادشي كينطبق على بعض الناس على فهاد الشريحه ديال المجتمع فهاد الشباب، ولكن راه ما نستثنيوش بان راه كاينين الناس اللي قارين مثقفين على محسوبين على رؤوس الاصابع. بغيت غير نذكر لك التكر ديالهم باش ما نعمموش بان كلهم مروا برا ما تيكونوش قارين. راه على سبيل المثال كاين اللي بيك كاين ديزي دروس وهالهم ما ماجر كاينين كثار، ولهذا ما يمكنش لنا نحكموا على هاد الحكم اللي تيحكموه به الناس على فن ديال الراب، لان بصراحه كاينين شي ناس اللي كيمثلوا واحد التمثيل اللي هو مشوه وتيبينوا لنا قمه الحقاره باش يتوصفوا بهذوك المسائل. اش بغيت نقول لك، هو صراحه بالنسبه ليا هو هي المساله ديال خص الانسان ما تكونش العشوائيه، كل حاجه كتعطيها حقها، يكون عندك واحد البرنامج علاش كتمشى باش كل حاجة تتنظم لها الوقت ديالها. ماشي تنقول لك انا يا زعما روبو، ولكن هي مسألة تاع التسيير. طناتي كل حاجة كنخص لها واحد الوقت وكاينه التضحية. لو بغيتي واحد الحاجة راه كتضحي بواحد الحاجة ولا كتضحي بحوايج اخرين. الطموح ديالي هو نوصل لواحد الرسالة لهاد الشباب اللي كيزاولوا هاد الفن ديال الراب باش يصحوا واحد المبدأ عندهم في دماغهم، هو يتاخذوه كحرفة او كمهنة، لان الانسان فاش كاع تيتخذها مهنة ولا تيتخذها حرفة وما تيكونش مثقف اما تيكونش محلول ليه بيبان. على سبيل المثال كيشوف فيها تيقول اولو عنده دي كونتاكت انترناسيونال باش بيكومينيكي معاهم باش بيهضر معاهم، راه خص القراية راه عمود فقري بحال المرأة في المجتمع. الا ما كنتيش قاري راه يستحيل باش اونجاجا ولا باش كيف ما تنقولوا باش تواصل، لان دابا راه انا هيك راه لا جينيراسيون اللي طالعه ديال لا جينيراسيون تبارك الله اللي طالعه راه كلها هي جيل انترنت. دونك خصك تكون قاري، والانترنت راه شبكه راه عالميه، راه بتعرفك على دي بروديكتور بتعرفك على دي زاكتور بتعرفك باش بتهضر معاهم، بخصك ماناجر انت ما هز طراسك. دونك خصك تبازي على القرايه، لان القرايه راه اساسيه والخدمه راه اساسيه، والله المستعان الله يوفق الجميع. صراحة الله كنت نقرا ديستونس وكنت نكون خدام نهار كامل، عرفتي تنخدم من 8 ونص حتى ل 7 العشيه، تيكون عندي الكلوب ديال السبور حتى هو من 9 حتى ل 10 عرفتي بلا ما نقول لك، راه او تيكون عندي لو ستوديو حتى هو في الليل تندير نهاري نهار لا عرفتي ما شاء الله باش توفق ما بين الدراسه وما بين العمل وما بين العائله ديالك. عندي عائله حتى انايا زعما عائله صغيره والعائله الكبيره ديالتي، ما ماشي من السهل ما كنتيش جيستيونير بصراحه. بصح راه عنده الحق، لان هو البيغ ولا الدون بيغ اخويا راه هرم ديال الموسيقى في المغرب، ماشي زعما كان مدحو ولا شي حاجه، لانه بسمه هذا البسمه راه داك السيد راه كان عنده مانجر في واحد لوقيته كان تيخلع باش يكون عندك مانجر انت كرابور كاع ما عارفك بنادم. الرب فن الرب كان يم مهمش في ديك الحقبه اللي كان فيها هو، راه كان هذاك السيد اخويا راه لا اله الا الله تبارك الله عليه راه ما شاء الله، وعنده الحق في ديك الكلمه، لان دابا ملي كنشوفوا هاد لي بلاتفورم دابا اشنو فيهم، هذا مهز جوان وتيكومينيكي قدام عائلات تيدخل العائلات
في مواقع ديال التواصل الاجتماعي تخص الهضره، وراه انت راه صاحبي بغيتي توصل ميساج، ميساج يكون هادف وميساج يكون مزيان، باش ماشي نقول لك كلشي يكون مزيان، لان الرب سي لاغ دلاغ كما كنت قلت لك قبل هو فن الشارع، ولكن راه الديور راه كتدخل انت عبر القنوات ديال التواصل الاجتماعي، كتدخل كتشوف تيشوفك الدري صغير تيتانسبيرا منك هز جوان كتخصل الهضره وزعما انت دايرها بعفويه، وي حياه الجنكستر راه كاينه في الامريكان، حنا راه عندنا واحد دي برينسيپ جاونا تيخصنا نحافظوا عليهم. كتسعد اخير الفرحه ديالك اليوم؟ قد مراكش باقي لك قلت فيا ماشي فرحان، I'm so happy. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.